المديرية الولائية للحملة الانتخابية للمترشح الحر عبد المجيد تبون في تجمع شبابي لمساندة مترشحينا ولمواصلة مسيرة العهد الأولى، ونحن على يقين أنه في العهد الثانية هناك عدة إصلاحات ومواصلة لمسيرة تحت شعار من أجل جزائر منتصرة. وفي هذه الأثناء هناك تشكلت عدة ورشات لمساندة المترشحين عبد المجيد تبون، كل ورشة على مستواها، هناك ورشة نسائية، ورشة شبابية، ورشة الاقتصاد، كل على مستواها لتكثيف الخرجات الميدانية على مختلف بلديات الجزائر العاصمة. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.